ذكر أحد طلاب العلم أن من يسأل صاحب القبر أن يدعو له عند الله أن هذا بدعة وليس بشرك، وقال إنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل هذا القول صحيح؟ الطلب من الميت شرك، لأنه طلب شيء لا يقدر عليه. الميت ما يقدر على الدعاء ولا يقدر على شيء، فطلب الدعاء منه شرك. نعم.